جمال جبران لاعب نادي قنيطرة المنتخب الوطني سابقا. البداية ديالي كجميع اللاعبين كانت البداية مع فريق ديالنا من الفرق ديال الأحياء، وكنا جينا نلعبوا واحد المباراة مع الشبان ديال نادي قنيطري، وكان المرحوم الصويري اللي الله يرحمه في هذا النهار هذا هو المسؤول كالعادة في هذه الصورة، وتم الاختيار ديالي في ذاك في ذاك في ذاك في ذاك المقابلة، وبديت المشوار ديالي مع نادي قنيطري اللي كان ذاك الوقت كما الان اللي كان دابا، وهو كما كيعرف الجميع ما كانش العقود، وما كانش كنت يلاه الا مشيتي تصور كيصيفطك عند واحد المصور وكتصور، ملي كتصور كتولي لاعب نادي قنيطري، يعني مع التسالي مع الصوره كتصور كتولي لاعب ديال نادي قنيطري. يعني في هذاك الوقت كان واحد السيد اللي كان مكلف بالشبان، وكان كان داني في الموتور، كان صيفط ليا واحد السيد وداني في الموتور قال له خصك دير لي هذا تصوروا لي لابد. وهذاك السيد كنت انا تنعرفو تنحترمو، قال لي غير يلا 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 وداني عند الصوار. ملي داني عند الصوار تصورت، كنسحب انا كنت نظن بان غادي ناخذ انايا الصوار ساعه، قال لي ما يمكنش الصوار كيديهم السي احمد الصويري، وهذا الشيء اللي كان. وكانت هذه البدايه ديالي، وهذا انا نسميه هذا هو التوقيع ديالي كان لنادي قنيطري. الالتحاق ديال الفرق الكبار كانت في 76 كان نادي قنيطري غيلعب مباراه نهائيه ديال كاس العرش في طنجه، وكان الفريق ديال 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 الشبان غادي يلعبوا مباراه نهائيه ديال كاس المغرب ضد الفريق الاتحاد البيضاوي. وكان السي العمار الله يرحمه حتى هو النار كان جمع الفريق الاول وجاو شاهدوا المباراه، وتما تم الاختيار ديالي وتم المناداة ديالي باش نلتحق الفريق الاول. بداية كان بديت مع السي بوجمع بن خريف الله يطول عمره، كان اولا كلاعب من بعد ولا كمدرب ولاعب، انا فرح حسين الله يرحمه مع كامل الاسف اخوان الله يرحمهم كاملين، حميد بصيلي، نور الدين العامري الله يشافيه، عبد اللطيف حمامه، عزيز بوعبيد، يعني خليفه العبد، حسن وكريم، كانت هذه الفئه. من بعد التحقوا بنا الزملاء عبد الله السحاساح والقيله، التحقنا وبدات المغامره ديالنا مع النادي القنيطري. وهو ما كانش الخوف، لا ما نسميهوش خوف، وهو الجرأه. فكتعرف بان ملي تيكون عندك مدرب يعني عنده شخصيه كيدوز لك هذيك الشخصيه ديالو، فحنا تعلمنا من المدربين. يعني ملي كتدخل الميدان كان السي العماري عنده شخصيه ديالو قويه، السي محمد دومو كرئيس عنده شخصيته، فحنا خدينا من عندهم واحد شويه وزدنا هذيك الشخصيه اللي عطانا الله حنا في الملعب، وبدينا كاين اللي كيسميها يعني قباحه، وكاين اللي كيسميها لو انا كنسميها باش نفرض راسي الا بغينا في الفريق خصك تكون هكذا. وهذا الشيء خديناه من عند بوجمعه وخديناه من عند اللعابه اللي قدم منا. كان لازم عليك ملي كتدخل الملعب تكون عندك شخصيتك، لان الا ما كانش عندك شخصيتك وسط الملعب ما يمكنش تمارس كره القدم. انا كنت نظن بان احسن حاجه كانت عندي هو ملي كنسمع الجمهور كيسب وكيشتم، لان كتزاد عندي واحد 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 القوه كثيره. لان مثلا ملي كنت نلعب في الدار البيضاء كنت كيعجبني نلعب في الدار البيضاء في بيرجيكو باش نسمع ذاك الصوت ديال دوك الناس كيغوتوا، وبعض الاحيان بعض المقابلات كنت ندخل انا الاولاني للملعب، لان بعض المرات تنكون عميد الفريق كندخل انا الاولاني للملعب باش هذوك الناس يسبوا مع راسهم تيسالوا ويعيا، وحنا ندخلوا يدخلوا الاخوان في خاطر الجمهور. كل واحد شنو كيسمي كل واحد شيقول، لكن كان الهدف ديالنا هو ما كتسمع الجمهور ما كتدخلوش لراسك، خاصك في الملعب تبين لهم شكون انت. وبهذه المناسبه كان واحد 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 السيد من الجمهور الا كنتو كتسمعوا به سميتو كاباطاس، كان تيجي مور المرمى وكيسبني ديما، انا كيسبني. داز الوقت وما بقيتش انا كنلعب وتلاقيتو، قلت له بغيت نسولك، قال لي تفضل. قلت له علاش كنتي كتعايرني وعلاش كنتي كتسبني؟ قال لي حيت انت كنتي كتقتلني في التيران وانا كنبرد فيك الجنون، كنعرفك ما غاتسمعش ولكن كنبرد فيك الجنون وكنتي كتهلكني اخويا، هادشي لا طله. قلت له ما كاين مشكل. طائف هو واحد المباراه كنا لعبنا مع الرجاء كاس العرش، كانت النتيجه 2-2 في الدار البيضاء، وكنا نهزمنا في قنيطره، وكان الجمهور في الابجيكو كان تيدخل تيجلس في جنبات الملعب. وكان هذاك الوقت كان المرحومين بجوج نعطي بوعبيد والسملالي جالسين من بعد، والجمهور بزاف جالس، كان الحكم المباركي. وانا ملي دخلت الملعب قلت للسي المباركي راه ما نلعبوش اليوم،
قال لي كيفاش ما لعبوش كنت يحكم؟ قلت له انت ولكن اليوم انا اللي غنحكم. قال لي كيفاش؟ قلت له راه ما تدورش الكره ما خرجوش هاد الناس، هاد الناس كاع اللي كاينين هنايا خصهم يخرجوا. قال لي منين جبتي هادشي؟ قلت له واش كاين القانون؟ قال لي كاين. قلت له هادشي كلهم خصهم يخرجوا. وقال لي هذوك الجوج اللي جالسين، قلت لكم الجوج اللي غيبقاو كلشي غيخرج. وبقى واحد الوقت واحد 10 دقائق المباراه ما بداتش والجمهور كيسب بالطبع حتى خو الناس كلشي عاد بدينا المباراه. في الفيستير كيوقعوا بزاف ديال باش نسميوش احداث المناقشات بنادم تيغوت علاش هادي ما كايناش علاش هادي ما هادي، ولكن كانت وهذا كان تيعطي واحد الحماس، لان ملي كتدخل الفيستير وانت منهزم كما قلنا كنرجعوا للشخصيه ديال اللعاب، كنرجعوا كيفاش تهضر مع اللعاب، كاين اللي خصك تغوت عليه خصو يغوت عليك، وكيعطي واحد الحماس باش ندخلوا. كان وقع لي مع واحد اللاعب اللي هو لعب معنا بلا ما نذكر الاسم ديالو، كنا لاعبين مع النهضه القنيطريه وكنا منهزمين بواحد 1-0 ودخلنا الملعب وكان وقع واحد الشنآن وكان واحد خصام مع واحد اللاعب، وملي دخلنا للشوط الثاني هذاك اللاعب اللي نتخاصم معاه شي جا الاصابه، جا عندي في الاخر انا عنقته قال لي قبيله، قلت له دابا نعنقك ونهزك فوق راسي لان كان خصنا نغلبوا هذا الماتش وانتصرنا. هادو مسائل كيوقعوا في مستوى مستودع هاد الملابس. هادشي ما كانش هادشي ما عمرو كان، سي مندوب الله يرحمه كان رئيس الرؤساء القرائي اللي ما كاينينش دابا، يقدر يشجع الفرقه ديالو واللعاب ديالو وما يقدرش يهزر الفريق ديالو، لان الهضره ما كانتش. لعبتو لازمتو ضد النهضه القنيطريه؟ لازمنا جو عادي، لان لك تذكر كانت تضرب لينا مجيد، كانت تهرس من يده، كانت خرج عبد اللطيف حمامه، خرجوا الحكام ولازمنا. كانت بالنسبه ليا في العشيه جلسنا بالنهضه معركه، جلسنا بعضياتنا، يعني كانت مباراة عادية، الناس يمكن كيشوفوها بشكل، ولكن كانت مباراة عادية، حتى فريق النهضة القنيطرية كان فريق في المستوى، كان فريق في المستوى، يعني غادي نرجع لك المباراة اللي ناض فيها الصداع، المباراة اللي كان فيها الصداع بين الجمهور وكما قلتي الأهداف الدامية، اللي كانت المباراة ديال الكأس اللي نازلنا بواحد 1-0 هنا، وما كملتلكش على 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 المباراة ديال جوج الدار البيضاء مع السير مباركي. كان واحد التدافع بيني وبين واحد اللاعب، وما كانش خصني نستحق الورقه الصفراء، كنت عندي ديك الورقه الصفراء هي الرابعه باش ما نلعبش، وخصو هو يتخلص مني حيت انا حبست له الماتش في الاول. جا عندي قال لي وليدي قبيله كنت كتحكم دابا انا اللي تحكم، السي مباركي راه الرابعه، قال لي واخا تكون حتى الخامسه ها هي لوليدي، وما لعبتش انا المباراه ديال اللي نازلنا فيها هنايا. الاحداث ما تنظنش، لان الوقت اللي لعبنا المباراه جوج جوج في الكاس راه كان المباراة ديال الإياب كانت لعبت الأربعة في القنيطرة اللي نهزمنا فيها بواحد 1-0 وناض فيها الصداع، والحد من بعدو رجعنا لعبنا في الدار البيضاء، غلبونا في لاكوب هنايا ومشينا للدار البيضاء في البطولة وغلبناهم في الدار البيضاء في بلجيكو بواحد 1-0، يعني في سيمانة لعبنا 3 ماتشات تعادلنا في واحد وربحونا في واحد وغلبناهم في واحد. هو 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 يعني البطوله ولا ديال هاد السنين الاخيره مع البطوله ديال السنين اللي مضات، كنظن ما كانوش التعاقدات كما قلتي، ولكن كانت كل فرقه او كل فريق عنده المجموعه ديالو اللي كتمثل المدينه ديالو، يعني كتلقى الرجاء ولا الكاك ولا سلا ولا وجده كتلقى لاعبين اللي تكونوا في النادي، ما كتلقاش لاعبين خارجين من النادي. الان ولات هذه كنظن انا موضه، ولات موضه فريق تيكمل عام كلاسي 11 ومبدل الفرقه اللعابه 20 وجايب 3 المدربين، هنا بغينا نرجعوا ما كاينش تكوين، ما كاينش اهداف، لان بغيت نربح بطوله خصني نجيب 10 لاعبين في المستوى العالي باش نربح بطوله، بغيت نحتل الصفوف الوسطى مثلا غنلعب لاعبين ديالي ونصبر عليهم ونتكون، هنا كنلقاو التناقض، يعني المكتب اللي كيجي لاي فريق تيقول لك اليوم غنطلعوا تيخسر شويه تيقول لنا المهم غنزل، ما كاينش واحد يعني واحد شي منهجيه، ما كاينش واحد بلانيفيكاسيون شنو غنديروا في هاد السنين في هاد السنه هذه، المدرب اش غنديروا دابا جبنا ذاك النهار مدرب كان في نادي القدره كيشهدوا به ربح 3 ماتشات، خسر بعض جوج ماتشات ولا المدرب ما صالحش، ولكن البرنامج شنو اللي درتي معاه في الاول شنو هو؟ لا ماشي من الكاد، انا لعبت انا في ليكيب ناسيونال جينيور، لعبت لي زيمينطوار اللي كانوا تلعبوا لكم دي موند في تونس، كنا في 78 وكنا غلبنا غينيا في الدار البيضاء، كان معايا محروس، كان معايا نسيله، هذا لعب كبير من ملال بوحبيد، كانوا لعابه مزيانين، ولكن
كان لكم ديما متعطل وفات علينا حنا الوقت، يعني السن ديالنا ما بقاش يعني لازم علينا باش نلعبوا كاس العالم ديال الشبان. وحنا واخا تاهلنا الفريق ما مشيناش لكاس العالم، لكاس العالم وكان مشى تنظن جنينه من القنيطره لان جينا صغر مني انايا. شوف كما قلتي بلي غنرجعوا للشخصيه، هو السي احمد التصويري ملي كان تيصيفطك من الصور الكبار الحاجه الاول تيقول لك سير ما ترجعش عندي، ملي تيقول لك سير ما ترجعش عندي كاين جوج حوايج، اما غتشد بلاصه اما غتمشي للزنقه، يعني غتمشي من الكره. هذا دافع معنوي باش تكون عندك شخصيتك وتفرض راسك، لان عارف راسك غتولي لهنا لهنا، اذا خصك تفرض راسك. بحال الفريق الوطني ملي كتمشي للفريق الوطني كان المدرب سير عماري ومع اللاعبين ديال الدار البيضاء وفرضت راسي كلاعب، يعني من اللاعبين المرموقين او اللاعبين المهمين داخل النخبه. ليكيب ناسيونال لعبت ليكيب كنت يعني في الاحتياط او دي سيتيام جوور في مغرب موريتانيا جوج جوج مع العماري، وكان حسين انا فار والعميد الفريق، وبالمناسبه كنا لعبنا في واحد الملعب حدا البحر ديال الرمله، كان سجلت نظن سعيته وبالحيوان، كنا درنا جوج جوج موريتانيا. هذيك المباراه من بعدها جا كليزو مشيت للعب البحر ابيض المتوسط. من بعد خمسه الواحد حتى واحد ما شاف شي واحد، يعني هو وقع واحد الغلط واحد شويه من كريزو، وهو كنا في 78 في يوغوسلافيا كانت فرقه صغيره، كان واحد بعض اللعابه دولمي جواد موح مثلا ليمان زكي الله بادي كانت فرقه، وكنا بدينا بهم خسرنا في يوغوسلافيا الدومي فينال. من بعد جينا الجزائر، الجزائر كريزو شنو دار؟ بدل اللعابه، بقينا عاوتاني شي اربعه ولا خمسه ورجع اللعابه القدام، هي جاب فراس الهزاز العربي الشريف جاب العسيله جاب لعابه كبار. هو تنظن عند بالو بان الجزائر وكلشي كيعرف بان كان مشكل سياسي ومشكل هادي، كان كلشي كيهضر على الجزائر، هو غير الفرقه. هذا هو المشكل اللي زاد اثر شويه، كان واحد الفريق منسجم ومن بعد غير كلشي. وبالطبع ملي جينا كنا في المحمديه كان شفنا مجموعه ديال الوزاره، يعني كلشي كيجتمع كلشي طلع اجتماع نزل اجتماع سالي اجتماع، وهادشي تا هو اثر واحد شويه على سميتو. وكان الجزائر كانوا الجزائر داروا واحد البطوله، كانوا داروا سيمي بروفيسيوناليزم فهاديك السنه، وما كانوش لعبوا عام وما كيلعبوش في البطوله الافريقيه مثلا بغينا نقول، وبداو وكونوا فريق كان صغير، وهذاك الفريق هو اللي مشاو به لكاس العالم، هذاك الفريق مشاو به لكاس العالم. وفي اخر المباراه ملي جينا لحوايجنا كان استدعوني انا لواحد الغرفه، جابوا لي بروفيسور وجابوا دا، اول خطره كنشوف وزير انا بلا ما نقول سميتو، كان هو مول الوزاره، اول خطره كنشوف انا ويعني يفحصوني كامل اشنو واقع، ما لقاو حتى حاجه، يعني كانوا كيضروا يظنوا واش كلينا واش شي حاجه مثلا، ما لقاو حتى حاجه، يعني الناس كلها تعجبت، ولكن كان دي جوار صغار فري مع لعابه كبار، هذا هو المشكل. ورجعنا لكم دافريك من بعد مع هذيك الفرقه نيت اللي غلبتنا هنا بفرقه صغيره، يعني بدا فيها زكي بدا فيها فيلالي مبارك حسين بوشخاشاخ عبد اللطيف حمامه عزيز الديدي الله يرحمه تيمومي بداو خالد البيض، بدينا فرقه صغيره، وهذيك الفرقه ناض فيها الصداع عاوتاني تما، وكنا كالاربيت تحيز عليهم شويه، وكنا خسرنا باصابه لصفر بعد ما خرجنا حسين بوشخاش، وبقينا حتى الدومي فينال وخسرنا مع نيجيريا في الدومي فينال بفريق صغير.